لن تشاهد حركة أو تسمع نغمة إلا وتلتها أخرى. في عرض متناسق ومتناغم قدمته فرقة كاديش التركية بقاعة العروض الكبرى أحمد باي بقسنطينة. 7 عروض مضمونها الحرب والسلام، مستوحاة من الفولكلور التركي. بالطبع كاداشكا حكاية الحرب والسلام، وترجمنا ذلك من خلال الرقص الفولكلوري لشعبنا بالموسيقى العصرية، وكان هذا أول عرض لنا هنا في الجزائر كفرقة كاداش، ونتمنى العودة مرة أخرى إلى هنا. الجمهور القسنطيني الحاضر والجالية التركية بالجزائر استمتعوا بلوحة فنية شكلتها الفرقة برقصات شعبية زادتها الموسيقى المميزة تأثيراً في المشاعر وتحريكاً للأحاسيس. La culture algérienne nous est très proche au niveau de la musique, au niveau culturel. En fait, c'est à peu près les mêmes choses. À travers ces activités artistique, culturel et scientifique, on va essayer de se rapprocher de plus en plus, inshallah, de l'un à l'autre. اليوم كان عرض ممتاز من فرقة كاداش التركية. مبادرة حية صارت جسرا عبرت خلاله الثقافة التركية إلينا لتحيي جذورا كانت ممتدة أثناء الفترة العثمانية، وها هي تعاد شاهدا على المشترك الجميل.